في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى وضلالة. قال الله تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود نقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا، فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسيني منه شيئا، فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تدل على شرعية الدعوة إلى الله والنصيحة للعباد والتواصي معهم بالخير وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر. هذا واجب المسلمين، لأن المسلمين شيء واحد يجمعهم دين الله عز وجل. فالواجب عليهم أن يتعاونوا مع البر والتقوى، وأن يتناصحوا إلى الله، يدعو عالمهم جاهلهم، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه حتى ينتشر الإسلام فيهم، وحتى يدخل من جهل الإسلام في الإسلام، وحتى تقوم الحجة على من عاند. ولهذا يقول جل وعلا: وادعو إلى ربك، ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل هذه الآيات تدل على وجوب التعاون والتواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، لأن الإنسان قد يجهل، قد يغفل، قد يملي له الشيطان أشياء. فإذا دعاه أخوه ونصحه، وجاء الآخر ونصحه، وجاء الثالث ونصحه، كان هذا من أسباب دخوله في الخير ومن أسباب مخالفته أهل الشر. أما الغفلة فإنه يكثر الشر ويقل الخير وينشط دعاة الضلالة، لكن مع نشاط دعاة الحق وتتبعهم أحوال الناس وصبرهم على ذلك يكثر الخير ويقل الشر. قد بعث الله الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام، بعثهم الله بالدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هذه دعوتهم: تبشير والإنذار،
تبشير بالجنة والسعادة لمن آمن، والإنذار بالنار لمن عصى وخالف. وفي حديث أبي مسعود البدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على هذه كلمة عامة من جميع الكلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دلت على بر والديه وبر والديه بأسبابك لك مثل أجره، دللته على صلة الرحم ووصل الرحم بأسبابك لك مثل أجره، دللته على عفاء اللحية قلت هذا لا يجوز عليك بعفائها وعفاها بأسبابك لك مثل أجره، كان يشرب الخمر ونصحته وهداه الله لك مثل أجره، يدخن يعمل التدخين أو ما أشبه من المخدرات نصحته وهداه الله بأسبابك يكون لك مثل أجره، وهكذا. ويقول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، إذا تبع 100 يكون له مثل أجوره، تبع 1,000,000 يكون مثل أجوره، وهكذا. من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، لا ينقص منه من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، أعوذ بالله، لا ينقص منه من آثامهم شيئا. وبهذا يعلم من الرسل من الخير، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أجور أتباعهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجور أتباعه من أمته، لأنه هو الذي دعاهم إلى الخير ونشر الحق وبلغ عنه أصحابه، فيكون له مثل أجورهم، ويكون لأصحابه مثل أجور من بلغوه فضلا من الله سبحانه وتعالى. ولما بعث عليا إلى خيبر لقتال اليهود قال له عليه الصلاة والسلام: أنفث على رسلك، يسير على مهلك، لا تعجل حتى تنزل بساحتهم، في قربهم، ساحة القوم وسوحهم قربهم ما قرب منهم، لا تنزل بعيد، انزل قريب، لأن إذا نزل قريب صار أشجع له لقومه وأوهن لقلوب الأعداء. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ادعوا إلى توحيد الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما يجب من صلاة وغيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم، واحد خير له من الدنيا وما عليها، مثل بحمر النعم لأن أنفس أموال العرب، والمراد خير لك من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم يدل على أن ينبغي للمؤمن أن يصبر على الدعوة وينافس فيها وأن يجتهد فيها حتى يكفر من يهديه الله على يده فيحصل له مثل أجوره. وفيه أيضا علام من علام النبوة، كان عليا قد اشتكى عينيه، كان علي قد اشتكى عينيه، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به فأوتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ في الحال، كان لم يكن به وجه. هذا علامة من علام النبوة، أن الله أبرأ بريقه الشريف ودعوته المباركة هذا الوجه العظيم في لحظة شفي في الحال، لما نفث عليه ودعا له برئ في الحال، ثم أخذ الراية. والراية هي البيرك الذي يسمونه الناس البيرك اللي يجتمع عليه الناس. وفي الحديث الرابع أن رجلا تجهز للجهاد ومرض، فجاء رجل يريد الجهاد وليس عنده شيء، عاجز، فقال له النبي: اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز ليعطيك ما تجهز به لأنه قد حبسه المرض. فجاءه الرجل وسأله وأخبره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر امرأته أن تعطيه الجهاد كله، قال: لا تحبس منه شيئا. هذا فيه تجهيز الغازي فيه فضل عظيم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، يعني أعطاه جهازه كأنه قد غزا، يكون له مثل أجره غازي، فالذي يجهز الغازي قد غزا، والذي يعين الدعاة إلى الله ويعينهم على تبليغ الدعوة ويجهزهم بالسيارات وغيرها يكون له مثل أجورهم. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ، هل يجب أن تكون النية أو بدون صلى الله عليك الدلالة على الخير؟ لا بد النية، إنما لا بد من نيات، إذا كان مهن النية ما يحصل لها الأجر هذا إلا بالنية. إذا كانت هناك جماعة في اليمين تدعو إلى الله عز وجل وجماعة أخرى في اليسار تدعو إلى الله عز وجل، ولكن اليمنى تسب اليسرى واليسرى تسب اليمنى، فما العمل عندئذ؟ الواجب نصيحتهم حتى يجتمعوا، الواجب نصيحتهم وتحذيرهم من الفرقة حتى يتفهموا في المشكل عليهم، حتى يتفهموا ويزول الإشكال. أما التناقض هذا ينفر الناس من الدعوة حتى يقول العامي من الحق معه، يصير هذه فتنة. الواجب الاجتماع والتعاون وإزالة الخلاف بالطرق الشرعية، فعلى العلماء وأهل الخير أن ينصحوهم ويتوسطوا بينهم حتى يزول الخلاف حتى تكون الدعوة واحدة. سلام عليك يا شيخ، لأحد دول الأخرى لا ينقاد، إذا كان يعلم عنده علم ينقاد التي معها العلم، إذا كان عنده علم هو
ينقاد التي معها الحق يكون معها على الطائفة الأخرى حتى تستجيب. صلى الله عليك شيخ، هل يحكم على الكافر المعين إذا مات أنه في النار؟ صلى الله عليك. إذا مات على كفر، إذا مات على كفر فهو في النار. إن إنك مات إنك هو مات وكفر عليه بآيات الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله عليه. سلامكم الله يا شيخ، هل الواجب علينا العمل على إلغاء هذه الجماعات يا شيخ التي شتتت الشم صارت فوضى؟ الواجب السعي في إلغائهم حتى يكون كتلة واحدة، حتى يكون دعوتهم واحدة على ولاة الأمور وعلى أهل الحل والعقد، أن يتوسطوا بالطرق الشرعية حتى تجتمع كلمتهم وحتى يزول الخلاف بينهم، لأن الخلاف يضر المدعوين، يضر المدعوين لا يدرون من الحق معه. أحسن الله لك يا شيخ. بالنسبة للجماعات الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة والذي دخل الشيطان بينهم وافترقوا، كلهم يا الشيخ يعادون على حسب جماعتهم ويوالون على حسب جماعتهم ثم يسبوا بعضهم البعض. مثل ما قلنا الباديس، الواجب على أهل العلم وعلى القادة أن يحلوا مشاكلهم ويجمعوهم ويزيلوا ما بينهم من الأشكال حتى تكون كلمتهم واحدة، وأن هذا شر عليهم على غيرهم الفرقة. الله يقول ولا تفرقوا، ولا تكون كل يتفرقوا واختلفوا ما دام جهلهم، وأولئك لهم عذاب عظيم. لا بد من الاجتماع، يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب الاجتماع والتعاون، ويجب على السلطة الحاكمة وعلى أهل العلم أن يبذلوا وسعهم في جمع الفرق، سنتين أو ثلاث فرق أو أربع، يجمعوهم حتى يثيروا الخلاف الذي بينهم حتى لا تكون شبهة للجهة. نعم. بالنسبة للانتماع، كيف مثل هذا الحالة إنسان ينتمي إليهم لأنه يكون في بغض فيما بينهم، كل واحد يبغض الثاني، كيف ينتمي إليهم؟ يجب أن ينتموا الكتاب والسنة للإسلام، لا ينتمي الزير ولا عمر، يجب أن يكونوا كلهم تبع الكتاب والسنة وخدم الكتاب والسنة، ولا يتعصب لرئيسه ولا خل رئيسه، لا يتسبهم بالمنافقين أو بالخوارج أو بالمعتزلة، لا، الواجب أن يكون هدفهم اتباع الكتاب والسنة، ليس لهم هدف سوى هذا. أعني يا شيخ الشخص الفردي من المسلمين إذا حصل مثل هذه الحالة كيف يكون موقفه؟ هل ينتمي إلى الأولى أم إلى الثانية أم إلى الثالثة أم يكون محايدا؟ يسأل من يطمئن إليه حتى يعرف الحق، يسأل العلماء أن يطمئن إليهم ولو بالسفر إلى بلد، من بلد إلى بلد، نعم، حتى يسأل من الحق معه، ما هو الحق، ما هو الطريق، ما هو السبيل، حتى يدل على الخير، لا بد يجتهد. جزاك الله خيرا.